الدعوة بالوعظ وذكر القصص هل هي أسلوب من أساليب الدعوة الشرعية؟ القصص الصحيحة التي فيها موعظة وتذكير، نعم، تتخذ من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. الله ذكر قصص الأمم السابقة وذكر، فالقصص الصحيحة الثابتة تذكر لأجل تقرير الدعوة واستشهاد بها. نعم، قصص الصالحين وقصص المكذبين والكفرة وما جرى لهم، أما قصص خيالية أو قصص ما هي ثابتة أو قصص ما لها علاقة بالدين إنما هي ترفيه وتضييع للوقت، هذه لا، ما تذكر، ما فيها فائدة. نعم.